صلوا على رسول الله. من دبي دانت الدنيا، وتحديدا من سوق السيارات المستعملة. عبد المجيد الخضر تابع لمجموعة الحكم سيارة فويا فري. صدق انها فري، سعرها الاصلي في السوق فوق ال 220 الف، اليوم تاخذها ب 99900 درهم ويكفي، ان عليها ضمان 10 سنوات. جيب فلوسك وروح سجل، سواء داخل الدولة او خارج الدولة، الكمية محدودة، الحق ما تلحق عليهم. احنا موجودين في دبي في سوق السيارات المستعملة، السيارة الاي دي. تخيل انها تمشيك 850 كيلو، الرنقات 20، كاميرات 360 درجة، وايضا رادار. والسيارة المواصفات الداخل عجيبة يا جماعة، 99900 درهم. ندخل داخل السيارة، جلد للعلم، فيها مساج بارد وحار. والحلو، خل اقول لك الحلو شو عندنا، جميلة، يلستها وايد حلوة. ضغطة زر تطلع لك شو كامل الشاشة، شاشة، شاشتين، ثلاث شاشات، تخيل بس. وايد مواصفات فيها. ثلاجة، ايضا ثلاجة، بامكانك تشغل الزر تطلع لك ثلاجة. الحلو شوف هني، اذا الضباب قدامك الرؤية الليلية، شوف تشوف الناس قدامك هناك. الحلو ايضا تنزل السيارة، تنزل كامل، تنخفض، تنزل السيارة كامل بضغط الزر وتنطلق بأقصى سرعة. من 0 إلى 100 في 4 ثواني. سيارة ب 99900 يا بلاش والله. تعال خذ لك سيارة ب 99900 درهم. تشوف هذا؟ هذا عازل حرارة، بانوراما كامل، بضغطة زر، ضغطة زر، شوف واضحة، بضغطة زر تسكر، عازل حراري 100%، على كيف كيفك. شوف المواصفات، هذا اللون يتغير، انت تتحكم في اللون اللي تبغيه، تبغي اخضر، احمر، اللي تبغيه، تختار اللون كامل السيارة. سيارة عجيبة يا جماعة، بضغط الزر، شوف الحين تصور الكراسي اللي ورا، تغير، تصور خارجي، تغير، تصور وين؟ تصور داخلي، شوف صورني الحين، يعني صور صور وتصور لك فيديو وتخزن بعد، عجيبة. فويا فري 850 كيلومتر تمشيك، إذا فضت البطارية فيها مكينة بروحها تشرج السيارة مرة ثانية، ضغطة زر تفتح لك هذه الدبة، شيء خطير. شوف ما شاء الله مساحة الدبة اللي موجودة فيها، شيء على كيف كيفك. والسعر صراحة بلاش، السيارة عليها طلب غير طبيعي يا جماعة، الكمية محدودة جدا، باقي هذا اللون وهذا اللون بس، الحقوا على الكميات.